صحيفة الحياة اللندنية تصاعد النزاعات العشائرية على المياه في ذي قار. صحيفة العربي الجديد الإبقاء على غوانتنامو وعود ترامب الانتخابية تتخطى حقوق الإنسان. وفي تقرير لصحيفة الجريدة الكويتية مستقبل الحروب وأخطار انتشار الأسلحة النووية. من المقالات مطحنة الديمقراطية لأثير ناظم في المدى العراقية، واشنطن واستراتيجية تعطيل استراتيجيات الآخرين لعريب الرنتاوي في الدستور الأردنية.